بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي حياكم الله جميعا. أخواني في عام 2015، في نهاية 2015 أو بداية عام 2016، المهم عام 2015 أو 16، واللي يعرف الحادثة بالضبط يخبرنا أخواني هذا وقت اللي حصلت هاي الحادثة. أخواني سالفتنا اليوم وحدة بصراحة من أعتى أو أقوى المغامرات اللي عاشوها شباب، أو بصراحة يمكن تصل إلى أنه نقدر نسميها مأساة حقيقية عاشوها أبطال قصتنا اليوم، واللي هم تميم وماجد وحيدر وعزيز. إخواني الأربع شباب راح نبدأ مع تميم. تميم كان يشتغل إخواني بهذا العام، عام 2016، كان يشتغل على باص أو سيربيس نقل ركاب يعني. فكان خطه من دير الزور على الحسكة. في مرة من المرات يقول اتصل بي صديق إلي وقال أنه أنا ما أقدر أجي من دير الزور باتجاه الحسكة، لأنه كان في التنظيم يسيطر على معظم المناطق في دير الزور. فأريد تجي، كلمني يقول ربيعي تجي تأخذني ونحاول نطلع بطريق صحراوي مشان ما نمر الحواجز وغيره يعني. فيقول فعلا أنا رحت وجبته، وكانت مغامرة عشناها أنا وياه. طلعنا من برا الطرقات وكانت الدنيا ليل، وجبته ووصلته إلى المكان اللي بده إياه بمحافظة الحسكة. فيقول رجعت أنا، وبعدها تقريبا بكم يوم صار لي شغل بمدينة البوكمال. فيقول رحت على البوكمال، ولما قربت تقريبا على الحاجز اللي يدخل على البوكمال على مدينة البوكمال، يقول وقفنا الحاجز وطلب هويتي، وبالعادة ما يطلب هوية، وقال لي أنت تميم، تميم فلان الفلاني. قلت له إيه. قال لي صف على جنب وانزل لو سمحت. يقول فعلا صفيت على جنب. كان عندي إحساس أنه أني ربما حدا بلغ علي أو كذا، أو بسبب هاي المشكلة أنه جبت هذا الشخص من البوكمال باتجاه الحسكة هربته، صديقي يعني. فعلا انتظرت يقول تقريبا شي 5 دقائق ولا جاي بيكاب للتنظيم نفسه يعني. فقالوا لي اطلع يا شيخ. قال طلعت يعني. قالوا لي انت ماخذ شخص اسمه فلان الفلاني من حوالي 3 أو 4 أيام وهربته على الحسكة، حصل هذا الشيء ولا ما حصل؟ فيقول طبعا اني انكرت يعني، قلت لا يعني ما اخذت هذا الشخص ولا اعرفه اصلا اساسا. فيقول أخذوني على المركز بالبوكمال، بس يقول يعني لما أخذوني على المركز وحققوا معاي، بعدها أخذوني على مكان يقول يبعد تقريبا عن البوكمال باتجاه المعبر تبع العراق حوالي 10 كيلو يمكن أو أكثر. يقول ما أعرف المكان بالضبط، بس أخذوني على غير مكان، وأعتقد أنه خارج المدينة يعني خارج مدينة البوكمال. يقول أخذوني على هذا المكان وجابوني، قالوا لي أنت حبس مع دورة شرعية وكذا. فيقول دخلوني على حبس غرفة يعني، وبعد ما أخذوا بياناتي وكذا ودخلوني على هذا السجن، دخلت يقول التقيت بربعي اللي عاشوا معاي نفس المغامرة اللي عشتها، واللي هم ماجد وحيدر وعزيز.
يقول فت قعدت معاهم، كان تقريبا وقت عشاء، كانوا جايبين بطاطا وبطاطا مسلوقة وبندورة. فيقول قاعد نسوي بالعشاء، الشباب يسوون بالعشاء مشان نتعشى. ويقول أني يعني أفتكر أنه بوضعي هيك، شلون صار معي هذا الشيء، منو اللي بلغ علي، منو اللي دس علي، منو الكذا، يقول أفكر بهذا الموضوع. فبنفس الوقت يعني تتفاجأ أخواني، تكون مثلا ماشي بمشوار معين تتفاجأ تلاقي نفسك بالسجن، الشعور صعب طبعا. فيقول بدأوا الشباب ماجد وحيدار وكذا يكسرون علي، قالوا لي يعني مسألتك ما لقوا عندك حدا، ولا انه انت مهرب شخص لقوه يعني ضبطوك بالجرم المشهود او كذا، يعني مجرد حكي، والله انت مهرب شخص. لا ماني مهرب شخص وخلاص، يعني شغلتك بسيطة، ربما يعني ايام وتطلع. فعلا اخواني يقول باليوم الثاني قالوا لي انت يعني مو اقل من 3 شهور تطلع يعني. فيقول هنا يعني صار احساسي صعب جدا، سيارتي، شغلي، اهلي، عيلتي. طبعا تميم اخواني عزابي يعني، ويعتبر معين العائلة يعني، هو الكبير بيها. ف يقول بدأت يعني شايل هم أهلي ووين رحت أني وين كذا، خصوصا أنه بهذا الوقت يكون الشخص اللي يغيب يعني احتمال تعرض فعلا من القصف أو صار عليه شيء. يعني الجو بهذاك الوقت تعرفون أخوان الوضع بشكل عام ما يطمن. يقول والله واستمريت على هالوضع وتعرفت على هذول الشباب، وطبعا اخواني كل واحد في له قصة شكليا يعني، وليش محبوس وليش كذا وليش جايبينه وليش، يعني يقول كلياتنا بالنسبة للأشياء اللي الجرم اللي ارتكبناه هو جرم بسيط يعني، وشغلتنا شهر او شهرين او هيشذ. بس يقول احيانا يقولون لنا انت راح نحبسك سنة، وهم يحبسون يقول شهر او كذا من هالحكي. فيقول بعد تقريبا حوالي اسبوع اخواني، أسبوع، يقول دخل علينا شخص قال أنت تميم، أنت ماجد، أنت حيدر، أنت عزيز. قال قلنا له إيه، إحنا 4. يقول ويقول أعتقد أنه إحنا بهذا المكان غريب يعني، هو تميم يعرف بالبوكمان، يقول هذا المكان ما يعني ما أعرف وين بالضبط، ما أدري أعرف حالي وين. طبعا أخواني يعني في شك أنه هو كان بالعراق يعني، او انه لا بسوريا بالبوكمال، بس مكان برات المدينة. فعلا يقول جانا هذا الشخص وذكر اسماءنا، قلنا له نعم، انت شنو جرمك؟ قال قلت له والله اني متهم انه هربت شخص على محافظة الحسكة. قال لي الشخص هذا كان معاك يعني مسكوه معاك؟ قلت له لا ما في لا معاي حدا، ولا اعرف هذا الشخص اللي تتكلمون عنه، ما اعرفه يعني اساسا يعني. قال لي ها يعني ما ضبطوك بالهاي؟ قلت له لا والله ما ضبطوني ولا اي شيء. قال لي زين وقف على جنب. نادى ماجد قال له شنو؟ قال احنا يعني مثل ما قلت لكم اخواني خفيفة امورنا، شغلتنا بسيطة يعني. فقال يا اخوة شوفوا يعني تروحون معانا، اللي بده يروح يروح، والما بده يروح يظل يعني، بس اللي راح يروح معانا يعني في عندنا حفر راح نحفر بمكان، واللي يروح معانا شغلتنا يومين او 3، واني اطالعكم يعني، بس نخلص هالحفر شغلنا اطالعكم يعني. قال قلنا له ما بي مشكلة يعني، قلنا نحفر لنا مأجورة بمكان او كذا. طبعا يقول اللي صار معانا هنا فرحنا، حتى كنا نفكر انه الحفرة موجودة بالمركز نفسه هذا او المكان اللي محبوسين بيه احنا بالسجن يعني. يقول هذا بالنا انه نحفر بهاللاي، نحفر النجورة ونطلع خلاص يعني، ما بي مشكلة، احسن ما نظل مثل ما قالنا. قال راح تظلون يعني اقل شيء شهر راح تظلون، لا ف3 ايام بل كثير يعني يومين او 3 تخلصون، وكل واحد يروح على اهله. قلنا له خير يا شيخ ما بي مشكلة، احنا جاهزين يعني.
والله يقول مش راح طلع من عندنا، يقول الوقت تقريبا شي 8 أو 9، يقول كملنا عشانا وأمورنا ومسجونين وكل واحد يسولف للثاني قصة معينة، وشوي صار عندنا يعني فرحنا بأنه خلاص يعني 2 أو 3 راح نطلع يعني. يقول هذا اللي كنا حاسبينه، ما كنا نعرف شنو بالضبط اللي راح يصير معانا، ولا ندري أنه راح نقع بتهلكة راح تظل محفورة براسنا مدى الحياة. إخواني يقول تقريبا صلاة الفجر قالوا إجانا هذا الرجال، قال يلا يا أخوة تفضلوا، قالوا طلعنا، قال طلعنا وقفنا بالممر هذا تبع السجن، قالوا طمشوا عيوننا، وقال لما طمشوا عيوننا عرفنا أنه شغلنا ما راح يكون بالسجن هنا يعني، راح يكون بمكان ثاني. وفعلا يقول طلعنا بالبيكاب، يقول طلعونا 4 احنا من وراء و2 من قدام بيكاب تويتا. يقول فعلا ومشى يعني اخواني، يقول مشينا تقريبا يعني 20-30 كيلومتر كان زفت يعني. بعدين يقول نزل بطريق بر، يقول نزلنا بالبر تقريبا مشينا حوالي 2-2.5 ساعات. بعد هالمشي هذا اخواني قال شالوا الطماشات عن عيوننا، وقال واذا المفاجأة شنو يا جماعة بي الشباب هذولا اخواني حاليا هم بالعراق بالانبار اخواني في صحراء الانبار، او يطلق عليها الربع الخالي غير الربع الخالي الموجود في السعودية، يطلقون عليها الربع الخالي إخواني، عبارة عن آلاف الهكتارات صحاري وبوادي ووديان وأشجار حراجية يعني شجرة الشوك إخواني. يقول مثل ما يوصف تميم، يقول يقعدون تحتها 5-6 زلم أكيد يعني، وهي شوك يعني شجرة شوك، وعبارة عن آلاف الكيلومترات، تشوف مد النظر ما تشوف غير هذا المنظر، صحاري مخيفة موحشة يعني مقفرة يعني. يقول ماشي البيكاب مسكر العداد وماشي يعني بهالصحاري يعني. قال والروح يمين ويسار ويمين ويسار ويسحب بهالطريق، قال تقريبا صارت 8:30 أو 9 يعني الصبح. قال فعلا طريق متاهة يعني، إذا يتركنا بهالمكان مستحيل نقدر نرجع أو نعرف إحنا وين بالضبط يعني. يقول عرفنا يعني إنه إحنا بالأنبار. فعلا أخواني يقول صفينا، كان في خيمة، والخيمة شوي نازلة متدينية صغيرة يعني، وصايرة تحت شجرة شوك، شجرة حراجية يعني، ما هي شجر طبيعي أخواني. هاي الصحراء معروفة بكثرة الوحوش والزواحف والأوافي اللي موجودة بها، يعني شيء من الخطر، ضرب من الخطر لا يوصف يعني. أنت بمكان في أي لحظة ممكن يعني تتعرض اللدغ أو تتعرض الافتراس من حيوان معين. يقول لما نزلنا يا جماعة، يقول تصوروا الحشرات أعزكم الله اللي كنا نشوفها يعني بالبادية أو بالمكان الفلاني يكون حجمها صغير يعني، بهذاك المكان يقول العقربة مثلا، العقربة يقول حجمها هائل، شيء مخيف يعني. يعني أخواني اللي يلدغ من حيوان غادي أو الشبثة أو العقربة أو مختلف الحشرات يعني، أحجام هائلة رابية بهالصحراء أخواني، وعبارة تشبه المحميات اللي مو دايسها بشر بحياته. في هذا المكان كان شغلنا وعملنا. قال نزلنا من السيارات، لما تنزل السيارات تروح السيارة وتصف وتفوت بالأرض يعني، تفوت بالأرض جوا. وكانت مهمتنا أنه نحفر أخواني على شكل خندق
يدخل السيارة، يعني تجي السيارة تمشي فجأة تغطس تفوت بالأرض. يعني لما تفوت بهذا الخندق إخواني حوالي يعني يقول من قد الخندق سيارة تطلع وسيارة تفوت، يعني يسع متسع يعني. وفي أيضا بعد ما تفوت لحوالي 20 أو 30 متر بالأرض اللي جوا، يقول تروح على اليمين بنفق وعلى اليسار بنفق وأيضا بوجهك تطلع بنفق وهكذا. يعني هذا الحفر اللي بدنا نحفره، قلنا لهم قالوا لا، بالنسبة لكم أنتوا تحفرون بين المدخل والمدخل إخواني حوالي 20 متر مكان ما تدخل السيارة بالأرض وتروح على اليسار، ومن الجهة الثانية تدخل السيارة وتروح على اليمين، بين المدخل والمدخل حوالي 12 أو 13 متر أنتوا تحفرون خندق صغير فردي، يعني بحيث شخص أو إنسان أو مقاتل يدخل بهذا النفق يعبر عن النفق الثاني. قال فعلا يعني شغلتنا بدت خفيفة يعني، وقلنا إذا بلشنا بيوم والثاني لازم نخلصه يعني. فعلا يقول قالونا جابونا في صندوق إخواني كبير بقد الفريزة بقد الثلاجة تقريبا، قال بي عدة طبخ وبي صحون وسجاجين وبي ذبيحة خروف يعني. قالوا هذا الشباب إذا تريدون تأكلون أو شيء اشووا شوي أو اطبخوا أو اللي شلون تريدون، وبي بنفس الوقت أيضا خضروات موجودة مع وخبز. وبس قالوا لنا لازم تدخلون هذا الصندوق بواحد من الخنادق هذنا الكبار، لأنه إذا تشغلون نار بالليل برا احتمال تضربكم الطيارة. يقول هذا الكلام يعني كان صح مفاجأة بالنسبة إنه، بس يقول يشعرك بالخطر، يعني أنت بأي لحظة مكان معناته مستهدف يعني. يقول فعلا شن الصندوق جوا، وطبعا يقول أول يوم نمنا شلون قلنا بدنا ننام. يقول هما شخصين اللي جونا قالوا احنا نروح وثاني يوم من الصبح نجي يعني نجيب لكم اشخاص النوب يعاونونكم بالحفر. يقول فعلا راحوا. يقول لما قربت الوقت تقريبا تغيب الشمس، يقول شلون بدنا ننام يعني. يقول مثل ما قلت لكم اخواني العقربة إذا تشوفها يعني حالك تنصدم من دون ما تلدغك أو كذا، الحياية حجمهن الحشرات الكذا. يقول شلون بدنا ننام على الأرض وبوسط هاي الزواحف وهاي المخاطر، وأضف إلى ذلك أضباع وذياب والحيوانات المفترسة الثانية. يقول صرنا بموقف فعلا يعني لازم نتصرف، إذا فتنا بالخنادق ما رح نخلص يعني. يقول بالخنادق جوا الدبيب موجود، فقلنا لا يعني بس لما نشغل نار أو كذا نشغلها جوا. يقول هذا اللي بدأنا به، شلون ننام يا شباب؟ يقول ماجد قال يا شباب يعني ننام برا، يعني برا جوا وحدة من هالأحراش أو السجر. إخواني يقول سجرها يعني توقف السيارة جواها، وهي سجرة شوك يعني ما هي عاقول يعني. يقول فعلا ضبطنا مكان بقلنا نمهد به، وشلون نمنع الدبيب انه يطلع علينا على هذا المكان اللي بدنا ننام به. يقول جبنا قمنا نحوش حطب من هذا الحرش السجر يعني. يقول سويناه على شكل تخت يعني حوالي 4 أمتار بمترين. يقول وبدأنا ندوس بيه ندوس بيه ندوس بيه، فعلا صار على شكل تخت. هين اخواني الحية او العقربة او الكذا فعلا ما رح تقدر يقول تطلع علينا. يقول بالليل لما توجه الضوء وين ما توجه الضوء تشوف عقربة، وين ما توجه الضوء تشوف حية، وين ما يعني مكان شيء مو طبيعي يا جماعة. يقول احنا ما نعرف ولا في حدا قبل انطانا فكرة شنو اللي ممكن لازم نسويه، الإجراءات اللي لازم نتخذها. يقول هاي كلها اجتهادات شخصية سويناها
حتى نقدر يعني وسائل البقاء أخواني. يقول بدأنا فعلا شغلنا نار، ما عد يعني الخطر من كل حدب وصوب موجود، قلنا طيارة ما طيارة هذا هو. يقول نشغل بهالنار وقمنا نشوي بهاللحم، يقول نشوي وناكل ونسولف، وقلنا يا شباب يعني لما نسوي نشوى اللحم اخواني يصير تجي حيوانات، يقول حتى اشكال احنا مو شايفينها قبل. تصوروا يعني هذا المكان ومدى خطورة هذا المكان. يقول في حيوانات انا شفتها ما شفتها قبل، يعني شنو نوعها شنو كذا، يقول ما اعرف يعني. يقول اخواني من ضمن هاي الحيوانات اذياب تعوي يعني على مسافة 1 كيلو، احيانا 500 متر عنا. فقلنا يا جماعة الخير يعني لازم واحد منا يتبرع يحرس هذول نايمين، إذا نكون نايمين كلياتنا على الحطب وجانا ذيب خلاص يقضي علينا يعني، وإحنا نايمين ما ندري. ففعلا اتفقنا وخلينا حيدر وعزيز بأول يوم يراقبون بالليل، يعني واحد من 6 لـ 12 ومن 12 لـ 6 الثاني، يقول ينامون الاثنين. واحيانا يعني بتعرف يقول نتناوب على الحرس بحيث انه ما يجينا ذيب او حيوان مفترس. ويقول اعطونا ايضا شنطة اول ما جينا، يقول الشنطة هاي اخواني بيها اللي بيها الموجود، يقول 1 كيلو تمر مكبوس يعني ببلاستيك معروف يعني التمر، وبيها ايضا بيل او لد ينحط على الراس ضو يعني ليت اخواني للي ما يعرف ليت، محطوط ينربط على الراس يعني مثل الطاقية. هذا البيل يقول بيله لوح شمسي صغير، بالنهار لازم تشحنه وتستخدمه بالليل. يقول هاي من الاشياء اللي ساعدتنا. يقول اعطونا باروتين، يعني كان موجود باروتين وعليهن مخازنهن موجودات معانا، يعني ما كان كل واحد عنده سلاح. يقول نمنا بهذيك الليلة وأصبحت الدنيا، وقلنا يا شباب يلا تعال نبلش نحفر ونخلص نمشي، لأنه فعلا المكان ما ينقعد به من حيث طيران حركة الطيران ومن حيث الزواحف والمخاطر اللي موجودة من حولنا، يعني مكان ما ينقعد به نهائيا. يقول والله بدأنا نحفر، حفرنا حوالي 4 أو 5 أمتار، جدينا على حالنا مشان نخلص. يقول صار الوقت تقريبا 12 1 الظهر. يقول عجيب ما يعني ما جو الشباب اللي راحوا على أساس يجوني. يقول بهذا الوقت احنا انتابنا إحساس انه ممكن هذول راحوا ونقصفوا ونضربوا، يعني ممكن راحوا وتركونا بهذا المكان، يعني في 1000 احتمال الروحة هذولة، يمكن النحاشة ويمكن يمكن ويمكن. نقول قمنا نتناقش بيناتنا طيب شنو نسوي بهاي الحالة. قالوا ما يعني شو بدنا نسوي، بدنا ننتظر إلى ما يجون ونكمل حفر. وفي 2 يقولون لا تكملون حفر، هذولة راحوا ونقصفوا وما عاد حدا يجينا، احنا بنصحى الصحراء. طيب الحل، يقول ما في حل، بدنا نضل يعني. يقول فعلا البرنامج ثاني يوم نفس الشيء. يقول هنا طبعا اخواني باليوم الثاني او الثالث، يقول خلص وما كان حدا يجينا نهائيا. قلنا يقول باول يوم ممكن انه كان في جلن مي تقريبا في 20 لتر مي، يقول هذا المي ممكن يخلص، اذا خلص المي مشكلة. فعلا يقول انتظرنا باليوم الثاني، يقول ما جاء شيء. اليوم الثالث يقول ما جاء حدا. هنا بهذا الوقت يقول خلص اللحم، الخضروات اللي كنا ناكلها خلصت، يعني معتمدين الاعتماد على الله، يقول معتمدين انه راح يجون ويجيبوننا اكل. وقالوا هذا بس البكرة، يعني هذا الخروف اللي عندكم بس البكرة، احنا بكرة نجيب ذبيحة ثانية زاد. يقول اليوم الثالث اخواني بالليل مخاطر، يقول قمنا نصيد، بدأنا بالصيد يعني. يقول نمشي، ما خلينا نقول هي مو غابة بس مثل الحرش وغابات،
مدغل أخواني، فيها طيور أشكال ألوان، فيها أفاعي كبار، فيها أقارب، فيها يعني من الخطر من كل جهة من حولك. يقول نصيد صدنا حصيني وجناه، أحصدنا أرنبة وجناها، يقول على هالشكل والشاكلة مضينا. يقول رجعنا باليوم الثالث أخواني، يقول كانت دور ماجد من الساعة 12 بالليل إلى الساعة 6 الصبح يحرس. يقول طبعا احنا الساعة 12 بالليل كنا قاعدين، يعني كنا نتسولف فوق الحطب، ويقول يعني المنظر لو في أو أصور لكم أو كذا تنبهرون بحجم وكمية الزواحف اللي موجودة من حولنا. يقول ما نقتل، يعني شنو تقتل؟ يعني ما تلحق تقتل، إيش لا تقتل ما يعني لا طنش خلاص، يعني اطلع على كوم هذا الحطب واقعد وانسى، يعني عيش حياتك لا تدقق. يعني يقول فعلا أخواني تقريبا الساعة 12 أو 1 بالليل، يقول وإحنا يعني آني تميم، يقول آني وحيدر كنا يعني نتهامس نتسولف هيك، وبالنسبة لعزيز يقول نايم. يقول ما حسينا يا جماعة إلا هالصرخة، يعني صرخة منو؟ صرخة ماجد. يعني يقول ماجد صرخ وذيب صرخ أيضا، عرفنا أنه في ذيب أو حيوان مفترس هو وماجد، ماجد قاعد يحرس بينا. يقول طلعنا ركض، شلنا الباروده، لقمنا، ضربنا، اطلقنا النار، واحنا يقول نركض حوالي يعني 15 متر ماجد موجود عندنا. هنا طبعا اخوان المشهد يعني مبكي الى ابعد الحدود، يعني يبدو انه ماجد اخواني كان قاعد هيجز وشايل هالباروده وقاعد يراقب، واخذته الناعوسه اخواني بنفس هذا الوقت كان ذيب قاعد يتربص به، وكان يعني يقول ما سمعنا صوت ذيب نهائيا. يقول بشكل فجائي اخواني جينا لقينا طبعا منظر يعني يا ماجد، يقول منظر الدم قاعد يكب من حلق الذيب اخواني، اول ما لغف ماجد من حلقه، يعني كان نايم أو يجوز يقول كان مشطح أو كذا، بس مو معقولة متشطح يعني، بس يقول قاعد هيجذ وغافي أو ساهي شوي، وهذا اللي صار معه. يقول أطلقنا النار على الذيب ما لحقنا هذا الذيب، شيل ماجد، يقول ما نقدر نخليه يعني ظل بهذا المكان، نتحاول تسكر النزف، إيش تسكر؟ يقول من جهة حلق ماجد كلياتها مضروبة، يعني ضرب الذيب يعني ذابح وذبح، بل كأنه يقول سيف وضربه بحلقه. يعني يقول احنا يعني واحد منا يقول شيل ما اقدر اشيل، يعني موقف مخيف اخواني. يقول فعلا جينا اني وشلنا ماجد وجبناه فوق على هذا التخت الحطب، يقول حطيناه والدم ينزف بشكل مو طبيعي اخواني، يقول يعني شيء مو طبيعي، يعني خلال يقول يمكن العملية كلياتها ما استغرقت 4 أو 5 دقائق، وكان ماجد انفارق الحياة تماما. يقول حاول نسكر النزف ما يتسكر، نحاول نسوي له تنفس كذا أشيل، يقول ما فينا حدا مختص بالطب أو مختص تمريض أو كذا، ما نعرف شيئا يعني. هول الحادثة يقول حيدر وعزيز قاموا يبكون ويصيحون بهالليل احنا موقفنا، ويقول عزيز ركض وشايل الباروده وخايفين عليه، يعني يقول بده يروح يضرب الذيب او كذا. يقول صرت بموقف ما اعرف شو اسوي مع الشباب، يا عزيز تعال كذا قضاء وقدر وهذا اللي صار. يقول نهدي عزيز يبكي ويصرخ على ماجد. فعلا اخواني يعني موقف مأساوي جدا، شلون تلاقي
صديقك أو خويك بهاي الحالة فجأة، يعني مباغتة الذيب باغتة. وبالنسبة للشباب كلياتهم أخواني، هم عبارة عن أخوان وأصدقاء وصار لهم فترة مع بعض، ولا شك أنه يواسون بعضهم، ولكن بالنسبة لعزيز إخواني بهاي اللحظات لما كان مدد ماجد وميت والدم معبي كل مكان، انطلق بعد ما تأكد تماما أنه ماجد فارق الحياة، شال البارودة وانطلق. وتخيلوا الموقف، يعني راح على وجهه، بده يضرب الذيب، بده يقتل الذيب، بده ينتقم منه يعني. فكان تميم وحيدر يواسون بعزيز، عزيز ابن عم ماجد يعني، وأكيد راح يكون متأثر أكثر على ابن عمه، يعني في صلة قرابة، هو مو ابن عمه لزم يعني، ولكن في بيناتهم صلة قرابة، ويعتبر ماجد بالنسبة لعزيز صديق الطفولة يعني. إخواني بالنسبة للأعمار، كل الأعمار بين 18 و22 لا زالوا شباب كلياتهم يعني. يعني بالنسبة لتميم في هذاك الوقت كان عمره ربما 17 لسه مو كمل 18 سنة. المهم إخواني هرعوا وراء، طبعا يقول كلياتنا نبكي على ماجد يعني، وشلون الموقف حصل معاه وهذا، بس يقول أكثر شيء متأثر ويصيح وكذا هو عزيز يعني. رجعنا عزيز، قلنا له هالساعتين ظل ماجد لحاله، ربما يجي الذيب وخلاص صار في دم. وتعرفون إخواني لما يصير في دم احنا مستهدفين، هذا الكلام اللي يحكيه تميم، يقولهم احنا مستهدفين لانه صار في دم، وهسه كل شيء في ذيب على مسافة 10 كيلومتر، دائرة 10 كيلومتر راح يجي علينا، ولازم ننتبه اليوم لانه ممكن يكون في ضحية ثانية غير ماجد، لذلك لازم ننتبه وبشكل جيد ايضا. يقول رجعنا عزيز، وعزيز حالة مأساوية، يقول نايم ألا يعني، مصر ينام مع ماجد بجنبه يعني، يقول حاط حاضنه بحضنه ويبكي. وتخيلوا يعني شنو نسوي، يقول شنو نسوي بهاي الحالة بنص الصحراء اللي ما نعرف نتحرك وين نروح وين نجي. المهم إخواني يقول حتى بهذاك اليوم ما نمنا يعني، بهذيك الليلة ما قدرنا ننام يعني. يقول أصبحت الدنيا الفجر، صلاة الفجر، يقول احنا عاد ايش بالنسبة لللباس اخواني، كنا لابسين قندهاريات ودقون وشعرنا طويل كلياتنا يعني، يعني كان لازم الكل يكون له دقن ولابس هذا اللباس. يقول سواء بارادتك او غير ارادتك لازم تلبس هذا اللباس، ولازم يكون في دقن والى اخره. المهم يقول أصبحت الدنيا صلاة الفجر، لمن ردنا قلنا نصلي على ماجد وندفنه. هنا أخواني بدأت المشكلة مع عزيز. عزيز رافض الفكرة نهائيا وما بده يدفن ماجد. يا عزيز وكل الله، استهدي بالرحمن، يا ابن الحلال، الميت أكرام الميت دفنه. المهم يقول احنا نحاول نقنع، شلنا ماجد مرتين وينام علي، يقول يمسكوا مستحيل يعني. طيب شو تريد يا عزيز الحل يعني، ما ندفنوا نهائيا يعني؟ قال لا، هذولا راح يجون، اللي راحوا بالسيارة راح يجون، وبس يجون راح نحطوا بالسيارة وناخذوا على سوريا وندفنوا غادي، ما أقبل غير هذا الكلام. المهم إخواني يقول تشتد الشمس تقريبا الساعة 2 أو 3، يقول احنا أكل ما في، نوم ما في بهذاك اليوم يعني. يقول تشتد الشمس، فيقول شلنا ماجد بدنا ندفنه خلاص يعني، راح تطلع ريحته يعني. أول شيء سويناه ومن دون ما يدري عزيز، يقول رحنا أني وحيدر جبنا معدات الحفر الموجودة عندنا، ويقول جينا وحفرنا قبر نظامي بالاتجاه المطلوب. يقول طبعا هنا أخواني شيء مشاعر ممزوجة بالأسى يعني، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلا أخواني ما كانوا يعرفون هم جايين يحفرون، لكن كل شيء كانوا حاسبين حسابه
إلا أنه يحفرون قبر الماجد خويهم وربيعهم. يقول بعد ما حفرنا القبر اجينا وحكينا مع عزيز وبدينا شننا ماجد. يقول يوم شننا عزيز هنا ما عاد يتحمل، يقول ركض على البارودة ولقمها علينا وقالت نزلونه يا أما. طبعا يقول وصلت خلاص يعني. طبعا يقول احترمنا مشاعره وكذا، قلنا له يعني احنا من البارح بالليل نحكي معاه بهذا الموضوع، فقلنا خلاص يا أخي يعني خليه يعني. قلنا له طيب وباشر إذا ما جو باشر؟ قال باشر، إذا ما جو خلاص ندفنه يعني. إخواني طبعا هذا الكلام بوسط جميع هاي الظروف وجميع هاي المخاطر، يقول احنا في اي لحظة شخص ثاني يضرب الذيب او تضرب عقربة بمكانه يعني، او حية او غيره يعني. يقول فعلا رجعنا ماجد بمكانه. يقول ايضا لما امست الدنيا وما جو هذولا قلنا له، قال لا الصبح خلاص اذا ما جو الصبح من الفجر راح ندفنه. يقول فعلا اخواني احنا تعبانين جدا. يقول خلينا عزيز ينام وظلينا خلاص ما نقدر يعني، يعني حتى يقول بجنب بعضنا تماما، لأنه أنت شلون تحرس جهة مثلا معينة وتجيك عقربة، تجيك حية، تجيك ذيب، يجيك ضبع. يقول اثنين نحرس وإحنا صار يومين مو نايمين بشكل جيد يعني، حتى اليوم الأول يقول إحنا ما نمنا بشكل جيد. هواني يقول ظلينا وطبعا خلينا عزيز ينام لأنه فعلا تعبان جدا وهو أصلا ما كان نايم يعني. هذا الكلام تقريبا الساعة 8. يقول قاعدين آني وحيدر قاعد نحرس وعزيز نايم يعني. نفس الوضعية إخواني، حاضن أخوه أو قرايبه ماجد وعلى أساس أنه نايم يعني. فعلا يقول تقريبا الساعة 12 بالليل كأنه عزيز فعلا نام تقريبا شي ساعتين أو ثلاثين. بهذا الوقت يقول التفتنا باتجاه تختنا، تخت الحطب اللي نحكي عليه. يقول التفتنا ولا يعني شيء مفاجئة، ما أعرف شلون بدي أقولكم يعني شنو اللي صار بالضبط وشلون عزيز فعلا يتصرف بهذا الشكل. شنو سوى عزيز إخواني؟ يقول طبعا تميم وحيدر يقول احنا واقفين و يعني نطالع بعزيز ايش قاعد يسوي. فعلا يقول شال ماجد حطه على كتوفه وراح يمشي. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش بده يسوي؟ معقولة بده ياخذه على سوريا شايله؟ قال قلت امش مشان رجعه يا اخي، هذا بده ياخذه على سوريا يشيله يحمله على كتوفه وياخذه على سوريا. يقول جينا يا عزيز صار عليه، قال لا حد يتكلم معاي نهائيا يعني خلاص يعني. قال قلنا وين تريد؟ طيب نساعدك احنا معاك. قال خلاص اللي بده يساعدني يساعدني، لا حدا يعترض عن اخواني. شنو سوى عزيز؟ جاب ماجد وسدحه بنفس المكان اللي ضربوا بيه الذيب، بنفس المكان تماما يعني. يعني شوف التصرف بنفس المكان تماما يعني. إخواني شنو كان يريد عزيز؟ يريد أنه الذيب يرجع وينتقم من هذا الذيب. بعد ما حطه بمكانه يقول رجع على شجرة ودخل بيها، بهاي الشجرة دخل وقعد وقال إذا تريد تراقبون معاي تفضلوا يعني، كل واحد يموح حاله بمكان لأنه الذيب راح يجي على الريحة ويجي على ماجد بقصد، لأنه ضربه البارح أكيد راح يذوق اليوم. فعلا إخواني يقول إحنا ما نملك يعني أنه نغير رأي عزيز، خلاص مثل ما بده نسوي. يقول فعلا كمنا وساكتين تماما. يقول هذا الكلام تقريبا بعد الساعة 12 بالليل. يقول تقريبا إخواني بصراحة إحنا بس جرى جوا محتمين تماما يعني. يقول أني ساهي ما حسيت إلا أطلاق النار. هواني عزيز يقول سدح ثلث ذيابة فوق ماجد يعني فعلا أخواني على الريحة
وبنفس المكان، وما كان ذيب واحد، كانوا ثلاثة. لكن الأول أمس لما جاء كان ضارب ذيب واحد، لكن هالمرة جايات على شكل قطيع. المهم عزيز يقول فعلا ثلث ذيابه جتلهن فوق ماجد. المهم جينا وشنا يقول قتل الذيابة وانتقم عزيز، وشوي يقول نفسيته شوي تغيرت. يقول قلنا له بارك الله بيك وما قصرت وكذا، ويقول نكسر علي ونواسي، ويقول احنا ايضا من متأثرين يعني. فعلا اخواني يقول اصبحت الدنيا بهذيك الليلة يعني. وشنا ماجد قلنا له ما رح هذا يجي يا عزيز وخلاص يعني، يعني ما عاد يظل اكثر من هيك كذي. يقول حطيناه وصلينا ودفناه ورجعنا على مكاننا نفكر ما هو التالي، يعني شو بدنا نسوي. واني يقول بهل الوقت هذا حركة الطيران صارت مو طبيعية، لأنه احنا قمنا نشع النار بالليل، ويقول بالليل الماضية صارت في حركة طيران، وأكيد مراقبيننا بهذا المكان أو حدا شافنا بهذا المكان. فيقول أفضل شيء أنه نوسع من هذا المكان ونروح. وين نروح؟ يقول بأي اتجاه نتجه لازم نتجه باتجاه الغربية. ما يعني بالنسبة للي راحوا بالسيارة اللي جابونا، يقول مستحيل ما هذا الأمل لأنه يرجعون، يجوز انقصفه ونضربه وانقطعت، ما يعرف شنو السبب اللي أخذهم وما رجعوا. يقول فعلا اتجهنا بعد ما دفن ماجد بهالاتجاه، يقول ماشين. طبعا شنا بالشنطات اخواني، يقول كنا ناكل حتى الورل مثلا من الحشرات ناكل، بالإضافة لهذا التمر. يقول ظل شوية وعبينا علبة بيبسي لترين وربع كل واحد مي، وقلنا كل واحد هذا يشرب على شيء بس يخليه على قيد الحياة، يعني توصل انه بس تبل اثمك بس، اكثر من هيك ما يطلع لك، لانه خلص ميك ما راح تاخذ من مي حدا، يعني ما يصير يعني تجي تشرب ميك وتجي تشرب مية الشخص الثاني وتصير بتهلكه وتودي اخوك بتهلكه ثاني. يقول فعلا ومشينا اخواني بهالاتجاه. يقول بالطريق ونشوف رجال راكب له جرار زراعي، قال والله وانت لقى يعني سلام وعليكم السلام. طبعا يقول منظرنا احنا من التنظيم 100% يعني، ولا وسوريين وموجودين بالعراق ومهاجرين احنا اكيد يعني ما بدها نقاش. لا يعني اذا تجي على شخص تقول انا ماني بالتنظيم يعيش بينه وبين نفسه يقول هذا كذاب ما تقنع منه انه انت مو. يقول شو تسوون انتو هين؟ قال قلنا له يا ابن الحلال والله احنا جينا جابونا من سوريا، احنا وين؟ قال انتو بالانبار سوريا وين؟ اي سوريا يعني؟ قال قلنا له والله ما نعرف، جابونا مشان نحفر وكذا. يقول شرحنا له الوضع يعني. قال يا باش شو تسوون هنا؟ ما بي لا ظل لا تنظيم ولا ظل شيء ولا كذا، والحشد الشعبي قاعد يمشط بالصحراء هاي كلياتها وجايكم يعني، ولا تقولون انتم من التنظيم وانتم كذا وانتم. قال قام يحكي علينا يا ابن الحلال شيلنا معاك ودينا، احنا سوريين احنا متابعين الحدا، احنا مدنيين احنا جايين نحفر. قال والله ويسحب الجرار الزراعي ويمشي وتركنا بهلاي. قال حتى ما نعرف وين بدنا نتجه بالضبط، عبارة على الشمس اخواني. يقول ماشين فعلا اخواني. يقول صارت تقريبا الوقت العصرة الكبيرة اخواني، ما ندري الا تقريبا يعني على شكل زحف صار حوالينا. يقول طبعا احنا نشوف امكاننا نشوف الاشخاص اللي يجون، لأنه إحنا موجودين، لأنه نراقب نحاول نشوف أي شيء بيت نشوف وإحنا نمشي يعني. يقول تقريبا يجوز قطعنا 50 أو 60 كيلومتر مشي، ومينا ضعيف وأكلنا ضعيف وأمورنا أجسادنا منهكة تماما من المشي. قال ما ندري إلا سيارات عسكرية وبيكابات
ومشي عمارات ومشي مشكل ملون وين باتجاه جاي، يقول من اتجاه جاي يمشط فعلا بهاي الحرش يعني، ويبحث عن عناصر من التنظيم. يقول اني وعزيز قررنا انه نركض، نركض بالاتجاه المعاكس يعني، يصيرون ورانا ونركض نختبئ بهالحرش وبعدين نركض نكمل ركض والوقت عصر. فعلا يقول حيدر كان لا يريد انه يفكر انه يسلم نفسه، وربما المهم يقول ما تركنا حيدر، ركض معانا. يقول يوم ركضنا بهذا الاتجاه ظلينا نركض حوالي ساعة أو ساعة ونص بين ركض وهرولة وبين مشي، يقول تعبنا وإحنا من غير شيء منهكين يعني. يقول وقفنا تقريبا غابت الشمس يعني، قلناها قال تميم يا شباب غابت الشمس والتمشيط ما رح يستمر بالليل، أكيد راح يوقفون بالمكان هذاك، ولكن إحنا نرتاح يعني، نرتاح لنا ساعة ساعتين نستعيد عافيتنا وقوانا ونستمر، ما نقدر ننام بهذا المكان لأنه إذا نمنا راح تكون المسافة قصيرة ويدركوننا يمكن بهالليلة يعني، فلذلك لازم نستمر ونبعد قدر الإمكان، نروح بهذا الاتجاه وين ما يودينا يودينا. فعلا إخواني يقول غابت الشمس وجينا ارتاحينا وشفنا شجرة يعني شجرة عقول كبيرة شوك يعني، وقلنا نشعل نار صغيرة جواها ونقعد نرتاح وبلكي نصيدنا شغلة. يقول بهاي الأثناء طبعا اللي يقول تميم إخواني، تميم يقول شفت جربوع وشغلت الضوء عليه، طبعا يقول على مسافة 200 متر إذا كنت موجود أنت ما تشوفنا من الحرش والشجر كأنه بغابة يعني، ولكن ما هي غابة. يقول ركضت وراء الجربوع، ركضت ودخل الجربوع بغاره أو يسمونها النطاقن طاقة الجربوع. يقول ناديت الشباب جو فعلا، يقول كلياتنا احنا بدنا أي شيء ناكله يعني. فعلا يقول قمنا اخواني نطاقة الجربوع بيلها منافذ، الجربوع ذكي يسوي منافذ نطاقة ودمنا وكذا، يقول كل واحد وقف مكان سكر غار. يقول اني شوفوا اللي صار اخواني، يقول اني ماسك صيخ وقاعد اقلع بالغار اهد بي مشان امسك الجربوع. يقول بهاي اللحظة طبعا اني يقول صرخت، صرخت صرخة مو طبيعية يعني. أتذكر حالي أني صرخت، بس يقول شنو الإحساس اللي جاني أول شيء، يقول كأنه إجا شخص وأعطاني كهرباء عالية قوية جدا يعني، النفض جسمي نفض قمت ارتعش يعني، واني شنو يقول أنا هنا غبت يعني، شنو صار معاي بعد هالموقف. يقول جو الشباب تركنا الجربوع، بس يقول التفتت وإذ بعقرب أخواني صفرة وحجمها يقول حتى من حجمها وكبرها يقول حتى في إلها زغب وشعر طالع إلها يعني، معمرة هاي العقربة وتسوي بشب جسمه قوي وكذا بهالشكل هذا، يقول سوت بي هذا. يقول قمت ارتعش يعني وصرخت لما ضربتني اول ضربة، وين ضربتني يقول انا جاتي على ركبي وجاعد اسوي بالصيخ، يقول ضربتني بكعب الموت اخواني برجلي يعني، ضربة او ضربتين يقول ما اعرف. يقول اذكر انه الشباب شالوني شيء مثل الحلم مثل شالوني، وطبعا شتلوا العقربة يعني. هنا مشكلة عويصة جدا يعني، بدهم يظلون بهاي الليلة بهذا المكان. اللي صار شنو، جابوا تميم وحطوه جوا شجرة وصار في حركة طيران، وربما اقترب التمشيط ما وقف بالليل. التفاصيل هنا اخواني مبهمة وراح تعرفون شنو اللي صار بعدين. اللي صار انه تركوا تميم ملدوغ وبحالة غيبوبة
ومشوا كملوا. يعني شني الأسباب راح نعرف بعدين شنو الأسباب. وطبعا كأسعافات معروفة أسعافات اللدغ، يعني جابوا تميم ربطوا رجله ربطتين من تحت الركبة وفوق الركبة ربطات حاسمة يعني ما ممكن يتوغل من خلالها السم، وقاموا إخواني يجرحون برجل تميم ويحصرونها بحيث أنه تخرج كل هذا السم اللي موجود بيها. من عند كعب الموت مجروح تميم جرح تقريبا شي 10 سنتي طوله وغميج يعني، ومشوا وكملوا. طبعا مثل ما قلنا الأسباب هنا في عقدة بالقصة أخواني مشان ما نفسدها عليكم، كملوا بوجههم بين ركض وبين مشي. قضوا هذيك الليلة حيدر وعزيز. لهم أصبحت الدنيا أيضا ما وقفوا، يعني لابد ما يستمرون لأن الخطر مداهمهم، وإذا ألقوا القبض عليهم لا شك يعني إذا كانت بأحسن الظروف يروحون سجن ربما مدى الحياة. فالأفضل أنه يستمرون رغم ضعف جسمهم ورغم التعب والمشاكل والمآسي اللي مروا بيها. كملوا يمشون وطبعا يشربون مي إخواني تقريبا نص كاسة نص كاسة كل 3 أو 4 ساعات تشربها ما يطلع لك غير حين، وإلا المي يعني إحنا قاعد نحكي عن مضى يومين بلترين إنسان في وسط صحراء يعني. تقريبا إخواني العصرة الكبيرة أو المغرب، المغرب وهم قاعدين أو واقفين قاعد يتناقشون شو بدهم يأكلون وكذا على أساس يعسكرون مكان ويقعدون بي ينامون هذيك الليلة، لأنه قالوا إحنا بعدنا جدا عن المكان اللي ممكن يمشطون بي الحشد. فعلا يقولوا إحنا نتسولف وإذ المفاجأة الصرخة، وحيدر صرخ صرخة وارتمى بلقاع. يقول عزيز يوم ارتمى بلقاع ما أعرف يعني تذكرت أنه اللدغ مثل تميم موقف مربك يعني ما يعرف شو بده يسوي يعني. يقول لي انضربت برجلي، يعني حيدر يقول العزيز أنا انضربت برجلي إخواني كأنه قناص من مسافة بعيدة ربما 1 كيلو أو 2 كيلومتر شاف هذول الاثنين وضرب حيدر فخذه فوق الركبة تقريبا بشي 10 سنتي برجله اليسرى ضربوا رصاصة. انضرب هاي الرصاصة وصرخ حيدر وتم بلقاع. هنا يقول عرفنا انه احنا تحت النيران والتمشيط لا زال مستمر. شن سوي؟ يقول شلت حيدر تقريبا يعني اول شي يقول بلقاع ربطت رجله مشان ما ينزف يعني. طبعا حيدر يصرخ يعني إنسان مصاب بطلق ناري يعني خلاص ما عاد يقدر يسوي أي شيء يعني. المفروض يكون بالعناية المشددة يعني. وين هنا بدك تركض؟ وين تركض ورجلك يعني مصاب برجلك؟ لو بغير مكان ممكن بإيدك بكتفك بكذا، بس الرجل يعني. يقول حطيت إيد على كتفي وحاضن حيدر ونمشي تقريبا ونركض من بين هالشجر وأبعدنا يعني. هواني قال لي اتركني هنا خلاص يعني. يقول بوسط هاي المأساة اللي احنا عايشين بيها يقول سمعنا الصوت اقترب يعني، وإضاءة السيارات والناس يعني يقول تقريبا 700 متر بس مو صحراء وكذا تسمع الصوت اخواني يودي يعني. هنا قلنا خلاص، قلت له لا أن أظل معاك ونسلم نفسنا. قال لي لا، شنو الحل شنو نسوي؟ لازم نفكر بأقصى سرعة يعني، لازم تسوي شيء يعني، يا أما خلاص انتهيت يعني. فقال دمني. شنو دمني؟ قال دمني، دمني برا مر جوا السجرة هاي. وفعلا يقول إجا وسويت الحالي مكان فورا بسرعة، وهو أخواني مجروح وبهاي الحالة يقول عزيز قام يدفن يدم بيه يعني.
دمني تقريبا ما ظل غير راسي، يعني إذا تجي حشرة بهالوقت هذا عقربة أو شيء يقول ما أقدر أتنفس ولا أقدر أتحرك. وبنفس الوقت مكان الدم يقول سواها برجله وقلت له أركض بعد عني، يعني أقل شيء ينمسك واحد يعني خلاص كمل روح افلت، يعني يقول قلت له خلاص افلت انجي بنفسك، يعني ما نودي نفسنا إلى التهلكة اثنيناتنا. وفعلا يقول أركض، بركضته يقول تقريبا شيء مسافة 500 متر عني، يقول بدأت إيش يعني بحالة، لأنه سمعت أنه ناس صيح وناس تقول هذا هو وناس تقول مسكنا واحد وناس تقول هذا هو عندي وتعال. وقال بدأت الناس باتجاه هذا المكان تروح، يقول بس أسمع الصوت ما أشوف، يعني ما أشوف شيء، بس خلاص يعني تقريبا أتأكدت 100% أنه صار عزيز عند الحشد المسك، لأنه واضح أنه السيارات شلون جت، واضح من الصوت، واضح قال شنو تبسمرت بمكاني، جمدت بمكاني نفس وحركة نهائيا ما أتحرك. ليش؟ لأنه يقول مثل أنه هم اعتقلوا عزيز، بس يبدو أنه شاكين أو يعرفون تماما أنه في شخص ثاني، أو ربما القناص قال لهم أنه أنا ضربت واحد، أنا متأكد أنه ضربته لأنه القناص يشوف عن قرب يعني. المهم قال بدأوا يدورون يدورون ويدورون ويقربون علي، وأني تحت جذع هسجرة يقول بس شوية من راسي مبين، يقول تعدي أبدا عدوا من بجنبي، من جنبي ما في مترين أو ثلاثة، قالوا شايلين بواريد وكذا ويدورون. يقول بعد تقريبا ساعتين أو ثلاثة قال ما ظل صوت نهائيا والسيارات مشت، ويقول حسيت أنه فعلا أني ما ألقى والقبض علي، بس يقول متأكد أنه تم اعتقال عزيز يعني على مسافة حوالي 400 أو 500 متر مني. هنا خلونا نرجع على منو، على تميم. تميم إخواني اللي لدغ على مسافة حوالي شي 60 أو 70 كيلومتر. في هذا اليوم يعني تميم بغيبوبة تقريبا 48 ساعة غايب عن الوعي. شنو يقول تميم؟ يقول فتحت عيوني آني بظلام، حركت إيديني، يقول لسه في ألم بس حركت ديني، يقول يبدو أن الشباب شنو مسوين إخواني قبل ما يتركون تميم بهاي الحالة، فكروا أنه إذا خلوه ممكن يلدغ مرة ثانية ويموت، فيقول دموني دفنوني بالحطب بحيث لا ذيب يقدر يجي علي، لا دابة أو حيوان متوحش. فعلا إخواني يعني ما تركوه بحالته القحوه ومشوا ركضوا خايفين، لا حاشوا حطب قدر الإمكان، حطوا جواه حطب وفوقه حطب، يقول حتى في اكسر حجر حاطينه فوق مشان يثقل علي، يقول بس شيء اني اتنفس. يقول هذا الشيء اللي حافظ طبعا من بعد رب العالمين، هذا الشيء اللي حافظ علي. لا دبيبة تقدر، قال داميني تماما بالحطب. يقول تخيلوا انه فتحت عيوني وش بدي أسوي بهاي الحالة، يقول معقولة أني متت وأني بالقبر، مو شغلة قبر هاي. فعلا يقول تململت، رفعت الهاي، نزلت على رجلي، يقول لسه تقريبا في شيء مثل الماس الكهربائي برجلي، يقول في ألم ولكن بسيط، يقول شنطتي موجودة بالكوم الحطب تبعي، شلت شنطتي ومخلين عندي بارودة، يقول شلت البارودة وكملت أمشي، يقول شايف أثر الرجلين وأمشي بهذا الاتجاه. إخواني تقريبا يعني ماشي هذا الليل كله تميم، يعني تميم صح ولكن أخذ 48 ساعة من دون حركة، هذا الشيء ساعد تميم جدا بإنقاذ حياته، يعني يومين من الراحة المتواصلة يعني. صح هو لدغة ولكن ربما
كانت فيها رحمة التميم. فعلا يقول مشيت وثاني يوم ماشي بالليل الثاني. الليل الثاني يقولوا أني ماشي تقريبا هنا أخواني قطع تقريبا شي 60 كيلومتر تميم يمشي باتجاه الأراضي السورية أو يعتقد أنه هو باتجاه الأراضي السورية. يقول شفت نار، يعني في نار موجودة، بس يقول لازلت أنا خايف. طبعا هنا تميم ما يعرف موضوع الحشد وما حشد، ما يدري شنو السالفة، وفي تمشيط وما تمشيط، هو ما يدري، بحالة غيبوبة اليومين يعني. يقول شوي شوي جيت أمشي باتجاه هاي النار، مبين أشعة نار تبعد عني حوالي 70 كيلومتر. يقول جيت أمشي وشي دخان وشي نار يعني. إخواني يعني اللي حصل بهذا الموقف يعني لحاله حكاية ولحاله قصة ولحاله شقد ما أقولكم، يعني متأثر تميم بهذا الموقف فوق ما تتصورون، هو متأثر بهذا الموقف. يعني لما بدأ يحكي لي عن هذا الموقف حسيت أنه هذا الإنسان انهار تماما، يعني انهار تماما صدقا. يعني قال أنا جيت ومن بين الشجر يمين ويسار وشوي شوي، لأنه ممكن ما أعرف منه هذا المشعل النار، وشاعر حاس بالخطر. يعني يقول يوم قربت على النار وشفت، يقول وقفت أول ما طلعت على النار وشفتها مضبوط، يقول وقفت وقعدت مكاني. يعني يقول من بين الشجرة قربت، طبعا يقول باروتي ملقمة وما أعرف شنو اللي يصير. يقول لمن تشب النار زين، نار لمن تشب زين، يقول أشوف شخص مسدوح بجنب النار. يقول جيت من زاوية ثانية، يقول هذا لباس حيدر، يعني كأنه لباس حيدر، هذا حيدر، خاف مو حيدر، خاف اني وهمان. يقول وقرب، يقول يوم قربت، تخيلوا الموقف اخواني، النار شغالة ودخان هيك وجنبها حيدر مسدوح. يقول اجيت على حيدر، يا حيدر، يقول اني اتخيلوا انه لحالي بهالبراري، شلون يعني العواطف اللي تنتاب تميم بهاي، لحاله ولقى صديقه، يعني شيء مستحيل، يعني مستحيل مستحيل بالنسبة الحيدر انه يشوف تميم اللي مات، يعني مات من يومين خلاص، ومستحيل بالنسبة لتميم انه يشوف حيدر، اكيد هذول راحوا ماتوا وانقتلوا. يعني هاي العواطف كليات أخواني تنضرب بهذا الموقف. يقول ركض على حيدر، يا حيدر يا حيدر، يقول جيت ولقيت حالي علي نايم، يعني لقيت حالي علي وأصيح ويقول عواطف وأبكي ويا حيدر وصار، بس يقول حيدر كله دم. يعني انتبهت لنفسي أنه هذا الشخص اللي تحتي هذا شخص ميت، يعني لأنه ما رد علي وما كان نايم. يعني شنو اللي صار؟ حيدر بجنب النار أخواني محاول أنه يطالع الرصاصة وفاتح الجرح بالموسى اللي عنده ونازف دم ومفارق الحياة، هذا اللي صار معاه حسب ما يقول تميم. يعني يرد علي ما يرد، قال هنا أني قمت أبكي أصيح، ما فرحتي ما كملت يعني. وبعدين وينه عزيز؟ يعني يقول واحد بس، قال قمت أبكي أيضا على عزيز، يعني أنه وين، أكيد مات يعني، ولا شلون افترقوا يعني، وشلون حيدر مطعون برجله. فعلا أخواني يقولوا أني أصيح وكذا، ولا صوت، يعني صوت حيدر، يعني قال إيش يعني، يعني أثاري مو ميت. يقول أرجع علي، يا حيدر رد علي شنو صار معاكم. يقول بدأت فعلا، ويأشر لي على رجلي، يقول ما سألته، بدأت فعلا وشلت المي، كل المي اللي عنده، يقول بدأت أنظف برجل حيدر، ما بدي شيء من الحياة بس يكون عايش، بس إيش ونيس يعني بهالغابة هاي. يقول أنظف بي
ويقول أبكي وأني فرحان فرح يعني شيء حزن فرح كذا يقول أبكي يعني. شنو اللي صار؟ قال شديت لرجله شوية. يقول لما شافني نفس العملية يعني نفس المشاعر يقول بالنسبة الحيدر ها يا شنو اللي صار؟ قال ويحكي لي احنا جينا دميناك بالحطاب وركضنا لأنه جانا وهيك ركضنا وبعدين ضربوا اعتقلوا ضربوني جتني رصاصة قناصة وضربتني برجلي وعزيز اعتقلوا بالمكان الفلاني. قال حكي أنا يعني ظلينا تقريبا الليل كله نحكي عن هذا الموضوع. بس يقول حيدر بحالة يعني يرثى لها. شنو نسوي؟ قال خليني أكويك بالنار يعني عسى ولعل أنه يفيد الكي أو شيء. قال لا يعني طالع الرصاصة، الرصاصة موجودة. قال أفتح الجرح أخواني، أفتح الجرح الرصاصة داخل بالعظم تبع الفخذ يعني. يقول أمد إيدي مشان أسحبها ما عندي أداة يعني. يقول بل النار حميت الموسى اللي عندي وهو شاق رجله قبل. يقول شقيتها باتجاه ثاني لأني أشوف وأقدر يعني. قال بهاي الحالة وأني قاعد أفتح برجله قال هو يحتضر وأترك. يقول أترك ما بدي أكمل لأنه ممكن أسبب له نزف ممكن كذا. المهم إخواني يقول بعملية يعني صعبة صعبة جدا يعني. يقول طلعت الرصاصة، يوم طلعت الرصاصة يقول هنا بدأ في النزف ينزف. يقول ربطت مضبوط. كان حيدر نازف كمية كبيرة اخواني من الدم وخلاص الجسم بحالة غثيان تام يعني. يعني يا دوب صحى وشافني وحكى معاي وبدأت رجله. يقول كويته بالنار، حاولت يعني أسوي انطيته أسقيته ماي. المهم أخواني يعني قال ونمنا بهذيك الليلة. يقول الفجر لما طلع الضوء قعدت مشان أقعد حيدر ونتوكل على الله مكمل. قال قلت بكرة أشيلك ونمشي يعني مهما كان نمشي، تقدر ما تقدر بدك تمشي. فعلا أخواني يقول أصحي بحيدر. موقف يعني بصراحة يعني مؤلم جدا يعني. قال حاولت أقعد حيدر، حاولت شتى الوسائل قال ما في يعني، حطيت إذني على نبض كذا شيء ما في نهائيا يعني. قال ظليت معاه تقريبا لضحوية يعني أحاول أقول بلكي مثل أمس يكون أنه ما في شيء يصحى من جديد، لكن خلاص ميت يعني. يقول عيونه نشفن جفن تماما ما في أي شيء بوادر للحياة. يقول أجيت وحفرت له قبر ودفنته. ويقول كملت آني الوحيد من بين الأربع أشخاص اللي جينا نحفر يعني، وحفرت قبرين الربعي وأخوتي يعني اللي. المهم أخواني يقول مشيت يعني. بعد ما مشيت تقريبا بحوالي يقول تقريبا 30 كيلومتر، قال والله أشوف بيت شعر يعني. يقول والله جيت أقبلت على هالبيت، يقول كلاب وكذا. يقول والله التقحت قدام البيت يعني، ما أريد حدا يسألني ولا أريد حدا يسولف معاي نهائيا يعني، بحالة مأساوية جدا يعني. قال أذكر أنه جو اثنين وشالوني، قال طبعا يفكروني من التنظيم أكيد يعني. قال وكبوا علي ماي. قال والله أنهم يعني مو عند هذا مو عند هاي السالفة يعني، يعني اعتبر أني ملهوف ودخلت عليهم يعني. قلت لهم أني داخل عليكم يا جماعة يعني. قالوا دخل الدخيل وسلم الدخيل، شنو سالفتك أنت؟ أنت من التنظيم؟ قال قلت لهم يا جماعة أني من التنظيم ولا أني تابع لحدا، أني مدني كنت مسجون وجابونا أربعة أخواني. ويقول أبكي قدامهم يعني، جابونا أخواني ثلاثة انقتلوا وأني الناجل بإذن الله ناجل وحيد يعني. قال فعلا ويغيروا له هدومي
وآكل عندهم. وقال لي شخص بما أنه أنت من المكان الفلاني إن شاء الله اليوم بالليل أخذك وأعديك الحدود، رغم أنه فيها مخاطرة وفيها كذا، لكن بإذن الله أعديك الحدود. وفعلا يقول وقع لي على هذولك الجماعة الطيبين النشامة، وفعلا يقولون يجيبون مكينة ويحلقوني ويغيرون هدومي وضبطوا أموري على التمام. يقولوا يشيلوني بسيارة ويودوني يودون الحدود. قال صرت إيش بسوريا. قال واركب وأجيب سيارة وأستأجر سيارة وأطلع وين باتجاه أهلي. قال أنا بحالة يعني حالة يرثى لها. قالوا أجي يا جماعة وأفوت على أهلي تقريبا الفجر، يعني يا دوب الوقت يعني بين الضوء. قالوا دخلت على المجلس كانوا بي إخواني وقعدتهم والناس التمت العالم يقول الفجر، الناس تدور لي صار لي هذاك تشل هالمدة هاي كلياتها وين، يقول ما حد يعرف وين هذا تميم وهذا تميم جه. يقول الفرحة والناس يقول عاد حالتي، يقولوا لي حد مضروب أنت كذا، يقول أسولف لهم ما أخلص على الشيء اللي جرى معانا أنا وإخواني. يقول قلت لهم في ماجد الفلان الفلاني وفي حيدر الفلان، يقول انطيت الأسماء وتروحون وتنادوا لي حدا من أهلهم. قالوا والله ويجون ثاني يوم من كل شخص من هذول الشباب جو من أهله، هذا اللي جاء أبوه وأمه وهذا اللي جاء وأخوانه وهذا اللي. يقول موقف يعني محزن جدا، إيش بدك تقول الواحد إنه والله أخوك أكله الذيب، واحد انقتل بالأنبار، وين الأنبار وين سوريا وين. المهم يقول حالة يا جماعة يعني مأساوية إلى أبعد الحدود. أخواني وخواتي نوجه تحية للأخ تميم، وهو واحد من متابعين القناة وراح يرد على تعليقاتكم إذا في حدا يحب يوجه له تحية باسم أبو زيد الهاشمي واللي هو تميم بطل قصتنا اليوم أو كان واحد من أبطال قصتنا اليوم الأربعة، راح يرد عليكم أو اسمه أبو زيد الهاشمي. إخواني وخواتي هذه سالفتنا اليوم، وإن شاء الله تكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم. اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.